السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة بس مش في وصفة جديدة في قناة يوميات دنيا وإبداعاتها في وصفاتها. النهاردة مش هنعمل وصفة في المطبخ، احنا هنعمل حاجة خارج المطبخ كده، حاجة ريحتها حلوة هشوقكم بقى شوية. بس قبل ما نبدأ الفيديو معايا، عايز اللي مشتركش في القناة يدخل يشترك ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك مني كل جديد، ولايك حلو كده على الفيديو عشان تشجعيني ونبتدي يلا الفيديو مع بعض. النهارده باذن الله هنعمل اختراع يا بنات، والله اختراع. انا بقالي فتره عامله الاختراع ده، قلت اجربه قبل ما اصور يعني عشان يبقى فيه مصداقيه، وبقالي تقريبا شهر مستخدمه الموضوع ده، حلو جدا معايا. ايه فعلا اختراع جميل جدا. هو ايه بقى عشان اشوقتكم بزياده؟ يعني الاختراع هو هنعمل فواحه في البيت بامكانيات بسيطه جدا جدا جدا. هنعمل فواحه، حاجة من مطبخك وحاجتين كده من على تسريحتك، هتعملي احلى فواحة ريحة نفاذة جدا جدا وموفرة كمان قوي 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 عن الفواحات الكهرباء. كلنا عارفين الفواحات الكهرباء بقت غالية جدا في السوق، وللناس بقى اللي بتحب ريحة شقتها حلوة كده زي حالاتي باستمرار، الفواحة دي هتغنيكي عن البخور وعن المعطر والفواحة الكهرباء وحاجات بسيطة جدا جدا. انا والله يا بنات بقالي شهر مستخدمة الفواحة دي، عاملاها ومستخدمة بقالي شهر، تحفة 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 يا بنات. عايزين بس كده يلا بقى ايه، نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ويلا نبتدي الفيديو مع بعض بحاجات بسيطه جدا يا بنات. اول حاجه معايا الاختراع بقى الاساسي او المكون الاساسي في الوصفه هو عصيان الشيش طاووق. كلنا عارفين العصيان الشيش طاووق، كلنا عندنا العصيان دي في مطبخنا اللي بنعمل عليها الكفته او عليها الفراخ الشيش، تمام كده. هنجيب مثلا 5 عصيان زي دي كده وهنستخدمهم، تمام. وعايزين سرنجه، وعايزين اي زيت عطري من عندي بتاع البرفانات. الزيت العطر ده بتجيبيه من عند اي بتاع برفانات، بيبقى زيت عطر خام مش عليه كحول او سبيرتو. انت لما بتروحي تعملي تركيبه لازازه البرفان، الطبيعي ان الراجل بيحط لك الزيت الخام وبيزوده سبيرتو او كحول، تمام كده. لا انت بقى هتروحي تقولي له مثلا عايزه بالجرام، بتاخدي بالجرام، ممكن تاخدي مثلا ب 20 جنيه ب 10 جنيه. الازازه دي كانت عامله معايا 20 جنيه، معايا بقالها اكتر من سنتين ثلاثه، لان هو خام، هو خام. بتختاري بقى اي ريحه انت حباها، لان هو ده المكون ده هو اللي هيبقى في ريحه شقتك. يعني انت شوفي بقى بتحب اي نوع برفان، ايه اي نوع برفان انت بتستخدميه او حابه تشميه دايما في شقتك، جيبيه بقى زيت عطري، تمام كده. ممكن تعملي ازازه اصغر شويه ب 10 جنيه عادي جدا. انا بقول لكم معايا داخله في 3 سنين الازازه دي، بستخدمها في حاجات كتير جدا، بعمل منها المخمريه، إيه عملت منها الفواحه، بستخدمها استخدامات حلوه يعني. هي خام وبتقعد كتير جدا، هي ما قربت تفضى اهو، لان بقى لها فتره طويله داخله، بقول لكم في 3 سنين، تمام كده. يبقى هنروح عند بتاع البرفانات اللي هو اللي بيركب البرفانات، هنجيب اي زيت عطري. طبعا كلكم هتقولوا طب انا اللي هروح، خليني اروح اجيب زيت عطري واجيب مش عارف ايه. هو دي هتقعد معاكي يعني، انت ممكن كمان تستخدميها في حاجات ثانيه، وانا هشجعكم كمان عشان نعمل بقى ان شاء الله مع بعض المخمريه، وهتستخدموها في حاجات حلوه كتير، تمام كده. فانت تروحي تقولي له انا عايزه زيت عطري خام، وتختاري النوع البرفان اللي انت حباه، تمام كده. يبقى معايا عصيان الشيش طاووق، ومعايا سرنجه، ومعايا الزيت العطري، ومعايا زيت جونسون. زيت جونسون جيبيه بقى زي ما انت عاوزه، يعني اي ريحه انت بالصبار بقى باللافندر زي ما انت عاوزه، بس هو ريحه الصبار واللافندر حلوين جدا جدا، بنصحك بيهم يعني، تمام. الازازه دي عامله تقريبا 20 جنيه برضه، احنا مش هناخدها كلها يعني، الحاجات اللي انا بوريها لكم دي انت بتاخدي منها عينات بسيطه عشان تعملي فواحه بتدوم معاكي لشهر، فانت لو جيتي حسبتيها في الاخر هتلاقيها مش مكلفه خالص. ايه ممكن تستغني عن الزيت الجونسون، بس انا بحب حسيته في الوصفه حلوه قوي قوي لما استخدمتها. انا استخدمتها جربتها بحاجتين، انا جربتها يعني بحاجتين، بالزيت العطري وبالميه فقط، واستخدمتها بالزيت العطري والجونسون والميه، طلعت فظيعه فظيعه، ثباتها عالي قوي وحلوه جدا. ومعايا بقى معايا شويه من الميه، ومعايا ازازه برفان قديمه، اي ازازه فاضيه بغسلها كويس بس عشان ما يبقاش لو ريحه البرفان القديمه فيها يعني، بغسلها كويس وبعقمها بخل وكده وبسيبها. لو عندك ازازه اكبر شويه يا ريت، عشان الازازه ديت صغيره جدا يعني، لو ازازه برفان كبيره شويه بتبقى حلوه قوي. اول حاجه بقى هنعمل ايه، نقول بسم الله، هنجيب الزيت العطري بتاعنا الحلو ده زي ما انتم شايفين، وهنحط مثلا منه، مش عارفه السرنجه هتجيب ولا ايه، بصوا يا السرنجه مش هتجيب، هنحط مثلا منه 2 سنتي، تمام كده. تمام كده، يبقى هنحط في الازازه الفاضيه بتاعتنا 2 سنتي من الزيت العطري، مش كتير، هو خام فريحته بتبقى قويه جدا يعني، تمام كده. وزيت الجونسون ده برده
انا مش هستخدم السرنجة معايا، يعني انا هستخدم كده برضو. هنحط تقريبا يعني مثلا 5 سنتي مثلا، تمام، من زيت الجونسون. سرنجة يعني سرنجة، تمام كده. الزيت ده بدي ثبات عالي قوي يا بنات، تمام كده اهو خلاص. وبعدين هنحط الباقي ميه. انت ممكن بقى ما تحطيش ميه خالص، ممكن ما تحطيش ميه خالص، يعني انت ممكن تستغني عن الميه خالص عشان الريحه تبقى اقوى، بس هتقفل صدرك قوي، يعني هتبقي شامه ريحه قويه جدا. ولو عندك اطفال في البيت عندهم حساسيه او حاجه، الريحه هتبقى قويه عليهم جدا. حطيت تقريبا 3 سم من الميه اهو. هحاول بقى ان انا ارج المكونات دي كلها كويس جدا مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. زيت الجونسون مع الزيت العطري اللي انت تحبيه. انا البرفان ده تقريبا كان اسمه 2 1 and 2 sexy تقريبا، يعني البرفان ده حلو جدا. هو لونه اصلا الازازه بتاعته لونها بينك كده، اللي هي الجاهزه ريحته حلوه قوي. تمام، رجينا بقى الحاجات الحلوه دي، ما اقولكوش بقى على الريحه. هنجيب بقى العصيان بتاعت الشيش طاووق دي، تمام كده، وهنسوي. هيبقى كل يعني كلهم في زي كده، فاهمين قصدي؟ وهنبتدي نحطهم كده. العصيان دي بقى ايه لازمتها او ايه فكرتها؟ يعني العصيان دي بتساعد العطر العصيان بتمتص العطر كويس جدا، وبتنشر بقى الريحه، فاهمين قصدي؟ انتوا هتسيبوها شويه كده هنا، وبعدين تقوموا قلبينها يعني بعد 5 دقايق. شايفين تعملوا كده زي ما انتوا شايفين كده. العصيان بقى اللي نزلت تحت في الخلطه الحلوه دي بتطلع بقى ريحه العطر كله بقى في الشقه. بتبقي رايحه جايه كده بقى شامه ريحه، يعني ما اقولكوش بقى على ريحه الخلطه دي، جميله جدا. طبعا زيت الجونسون ريحته حلوه قوي زي ما بقول لكم، اللي بالسبار او باللافندر، واي زيت عطر انت بقى حباه من عند ايه بتاع برفان زي ما انا قلت لكم، اي نوع برفان انت بتحبوه جيبوه، عايزين تشموه تعملوه فواحه وبس كده. مثلا من كل 2 3 ساعات كده تعدي عليها على الفواحه الحلوه دي، حطها بقى في اي مكان في شقتك. ممكن تعملي كذا واحده كمان في كل اوضه واحده مثلا، او في الحمام، وتقلبيها تاني كده كل 2 3 ساعات. الريحه هتبقى اقوى وهتنتشر في الشقه اقوى، لان العصيان دي بتساعد على بتمتص العطر بسهوله وبتنشر الريحه جدا. وهي دي الفواحه، ما تكلفتش معانا حاجه زي ما انتم شايفين. الزيت الجونسون زي ما هو، الازازه زي ما هي اهي، والزيت العطري لسه معايا منه اهو زي ما هو، الازازه دي بتقعد كتير جدا وبس كده. والعصيان الشيش طاووق عندنا في كل البيوت موجود، عندنا في كل يعني كل واحده عندها العصيان دي في مطبخها بتستخدمها. واي ازازه برفان قديمه برضو عندنا، عندنا كلنا ازايز برفانات قديمه، وبتعملي فواحه بامكانيات قليله جدا وسهله جدا جدا جدا. والله يا بنات عن تجربه، انا بقالي شهر عاملاها وما رضيتش اصور الفيديو ده غير لما اتاكد هي هتبقى حلوه ولا لا، بس هي ممتازه. يا رب كده تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي ان شاء الله باذن الله. يا رب كده اكون عند حسن ظنكم. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.